شمس اف ام. شمس اف ام، وين انت وين احنا. مرحبا بكم من جديد في استوديو شمس. اذا كان اتفقوا مع كلام ضيفتنا اليوم ميا الجريبي، فان الحوار الوطني قاعد يقدم وقاعد يمشي بخطى ثابته نحو الحوار الوطني الجاي اللي باش ينطلق نهار الخميس، مواصلة للحوار الوطني نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل من جديد. مرحبا بك ميا الجريبي. قلنا انه بعد ما حكينا على الانتخابات والتاريخ اللي تفهمتوا فيه، النظام السياسي كان نقطة خلافية حتى انه في وقت من الاوقات ما عادش عارفين تفهمتوا فيه ما تفهمتوش فيه، مرة يقولون وصلنا بفاق، مرة يقولون لا ما تفهمناش في النظام السياسي. اليوم علقنا مشاركتنا جوستومون رينا انا وصل لوقتها الى ماذا قلنا زايد اما ناسس للديمقراطية الحزب الجمهوري يحاول باش يبني لتونس، واذا كان يشوف الحوار ما يأديش وبالتالي من بعد وعدتوا بجمله من الامور رجعتوا. شنو صار؟ الوغ شنو اللي صار هو ان عاودنا تناقشنا واتفقنا على نظام سياسي. انا نقول باش نبسط للمستمعين، لا يرجع لنا بن علي، استبداد بن علي اللي عنده كل شيء في يده جميع السلطات القضائيه والتشريعيه والدنيا الكل، ولا يعيشنا تجربه مره الحقيقه وين رئيس الجمهوريه ما عنده حتى صلاحيات. تجربه مرزوق من في لا بن علي ولا مرزوق ولا هذا، خلينا نقولها بطريقه اخرى، ما نحبوش بن علي يرجع لنا لا في القصبه ولا في قرطاج. ما نحبوش رئيس جمهوريه منفي في قرطاج ما نعرفوش باش يعمل. نحبوا نحدوا من صلاحيات رئيس الجمهوريه حتى لا يتغول ولا يستبد، ونحبوا رئيس الجمهوريه يعيد الاعتبار للدوله ويعيد هيبه الدوله وله صلاحيات وله مجال اختصاص. شنو اسمه النظام؟ هذا نظام هو راهو دساتير لا تسمي الانظمه، احنا نسميوها ما نسميش لا رئاسي ولا جمهوري ولا رئاسي برلماني ولا معدل، لكن هذا ما دؤب على تسميته بنظام مختلط وعنده جرعه تونسيه لانها مستمده من التجربه التونسيه المره، التجربه الماضيه والتجربه الحاليه. فاحنا اتفقنا انه ناخذ من النظام البرلماني الجزء مثلا الحزب الذي يتحصل على اغلبيه المقاعد هو الذي يشكل الحكومه الداخليه، ونحد من صلاحيه رئيس الجمهوريه، وهذا ماشي في العقليه نتاع البرلماني، بمعنى انه رئيس الجمهوريه حدين له من صلاحيته، ما نعانينا عاد احنا من تغول رئيس الجمهوريه، ما عندوش الحق باش يدخل في القضاء اللي مساله مهمه جدا، ما عندوش الحق باش يحل البرلمان، ما عندوش الحق باش يشكل الحكومه، ما عندوش الحق باش يقيل رئيس الحكومه او احد اعضاء الحكومه. لكن من ناحيه اخرى رئيس الجمهوريه منتخب مباشره من الشعب مما يعطيه شرعيه. شنو يعطيه؟ والتوانسه يحلموا بانه من نهار من نهارات ينتخبوا رئيس مباشره، هما كي يحطوا الورقه تجيب النتيجه، ما عندهم اكثر من 50 سنه وما انتخبوش رئيس حقيقه حتى بعد الثوره. فهذه مساله مهمه، لكن ايضا رئيس الجمهوريه يختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية. هذه وقع فيها مجدداً طويل برشا، والحمد لله توصلنا إلى هذه الصيغة الديمقراطية والمتوازنة. واستتباعاً لذلك رئيس الجمهورية عنده عدد من التعيينات في الوظائف الأسامية المتعلقة باختصاصاته، معناها الخارجية ومعناها الدفاع ومعناها الأمن اللي نسميه الأمن القومي، معناها اللي عنده علاقة بالاستخبارات والوحدة وحدة الترابية. كيف يسمي كما يحب؟ لا، نحدوا له من صلاحياته أو سلطاته، هو يسمي ويعرض تسميات على لجنة برلمانية مختصة. كان توافقوا فبها، ما توافقوش هو يسمي حد اخر، ديما هو اللي عنده المبرر، هو اللي يسمي. ورئيس الحكومه، لكن عندنا باش نعملوا توازن، رئيس الحكومه هو رئيس مجلس الوزراء، هو اللي يدعو الى مجلس الوزراء، هو اللي حدد له جدول الاعمال، ومجلس الوزراء هو اللي قرر، مش رئيس الحكومه اللي قرر، رئيس الجمهوريه، لكن رئيس الجمهوريه يحضر وجوبا مجالس الوزراء اللي تتعلق بثلاث اختصاصات نتاعو. وفي الامور الاخرى له ان يحضر، اش معناه له ان يحضر؟ معناها مش تحت رحمه رئيس الحكومه يعيد لانه كان توا في المسوده يعيط رئيس الحكومه لرئيس الجمهوريه يستدعاه. هو يستدعاه وقت اللي يحب. فوالا. والتعيينات الاخرى اللي كنا نحكيو عليها يعملها بالتشاور مع رئيس الحكومه توا، هذايا في مجال اختصاصه. دونك بدون اطاله على المستمعين، حقيقه هذا نظام متوازن
يؤسس للديمقراطية في تونس بين رأسي السلطة التنفيذية. راضية رضا تام عن النظام السياسي. نعم، علاش؟ على خاطر احنا ديجا النظام السياسي مش هذا بركة. احنا الجدل كان في التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية، رأسي السلطة التنفيذية. ما حبيناش نعيشوا تغور رئيس الحكومة اللي توا عايشينه، أنا أقوله بالوضوح. لكن الدستور ديجا فيه خاطر اللجان التأسيسية خدمة، فيه الفصل بين السلطات، فيه استقلال القضاء، فيه المحكمة الدستورية، وهذا مكسب احنا عانينا منه رو في من غيابه في عهد بن علي، ونظلنا من أجل المحكمة الدستورية هو منصوص عليها بالوضوح. هذايا ما تحقق. ثم أيضا نقطة أخرى تحققت هي مبدأ تعزيز دور المعارضة، رو منصوص عليه في الدستور، وحاجة جديدة بارابور العهد بن علي وبارابور الدستور الماضي الدستور 59. تعزيز دور المعارضة، المعارضة معترف لها بحقوقها في المجتمع، لكن أكثر من هذا قلنا يجب يكون عندها أن ستاتيو حتى في البرلمان وفي اللجان وفي عملا بعدد من البلدان الديمقراطية. المعارضة تترأس اللجنة المالية مثلا، علاش؟ باش تكون عندها دور الرقيب، اسكاليتي، عندها ستاتيو نتاع الترأس مباشرة معناها. فهذا اتفقنا انه ما فيهش خلاف، فباش نربحوا الوقت قلنا اتفقنا على تعزيز دور المعارضة. نقطة أخرى الحقيقة خاطر جات من معاناتنا الماضية واقترحها الحقيقة الحزب الجمهوري، هو أن احنا في عهد بن علي عانينا برشا من القوانين الجائرة، القوانين اللادستورية دي يسمعوها برشا تويسة ربما بيعرفوش هي القوانين اللي تجي مخالفة للدستور. اي خاطر يجي يقول لك في الدستور مثلا حق التعبير مضمون بما يضبطه القانون، والقانون يضبط حاجة أخرى. يضبط علاش قلنا احنا زدنا بند ومتوافقنا عليه، يضبط القانون ممارسة الحقوق والحريات المضمونة في هذا الدستور بما لا ينال من جوهرها، وزدنا أكثر، وتسهر الهيئات القضائية على حمايتها من كل انتهاك. هذه ضمانات وهذه الحاجات اللي بها، خلينا نقولوا الحاجات اللي ما تفهمناش فيها. أيوا جستو، هذا اللي تفهمتوا فيه، هذا نشوف اللي ما تفهمناش. دونك هذايا أنا أعتقد أنه انتصار للديمقراطية وتعزيز لما قمنا به في المجلس الوطني التأسيسي، وإن شاء الله سيكون نبني عليه في الحوار اللي يشرف عليه الاتحاد العام التونسي للشغل واللي نشاركوا فيه يوم 16. شمس اف ام، شمس اف ام، وين انتي؟ وين احنا؟